مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا فترة بعيدة عن بعض ولكن مش نسيكم، ومحضر لكم موضوع النهاردة. موضوع كبير بيشغل دماغ الرجالة وبيشغل دماغ برضو الستات، لان هما الاتنين مرتبطين ببعض. انا اللي عايزك تعرفه ان انت من سن ال 18 لما فوق الموضوع ده هيفرق معاك جدا في حياتك. في ناس يا جماعة بتبتدي تعمل دايتس او حميات غذائية معينة مش موجود فيها العناصر اللي احنا محتاجينها علشان خاطر جسمنا يبقى صحي ومفيد اثناء موضوع ان احنا بنفقد وزن. فخلي بالك جدا وانت بتتبع اي نظام او بتعمل اي حمية ان يكون فيها العناصر المناسبة عشان تكتمل المنظومة ككل. يا ترى ايه الموضوع اللي انا بتكلم عليه ده؟ انا عايزك تقعد معايا لغاية الاخر علشان تشوف الحلقة دي، ولو عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتدوس سبسكرايب، وإن شاء الله هنتكلم في مواضيع تانية أكتر عن الموضوع ده بالذات. أشوفكم معايا واستنوني بعد الفاصل. الموضوع يا جماعة متعلق بالأكسجين وبالدم وصوله للأعضاء بتاعتنا. طب إيه علاقة الراجل والست بالأكسجين وبوصول الدم للأعضاء بتاعتنا؟ يمكن لو عدت تخمن كده شوية هتعرف أنا قصدي إيه. الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عليه هو الاريكتايل ديسفانكشن، او مشكلة عدم الانتصاب عند الرجالة. طبعا الموضوع ده مش بالنسبة للرجالة بس، الموضوع ده بيأثر على الستات كتير. يمكن في علاقات بتتهدم بشكل سريع جدا، يمكن في بداية العلاقة او بداية الزواج، وده بسبب الموضوع ده. وده الموضوع ده يمكن بقى مطروح بشكل عام، يمكن الناس ما بتتكلمش عليه كتير، ولكن احنا جايين النهاردة ازاي نبتدي نصلح الموضوع ده فيسيولوجيا. يمكن الموضوع ده سيكولوجيا اكتر، مرتبط بالحياة وباللي احنا فيه والمشاكل اللي احنا موجودة في حياتنا دلوقتي، بالنسبة لزيادة الاسعار، بالنسبة للتضخم، بالنسبة لحاجات كتيرة جدا. ولكن في الاخر احنا لازم نشغل دماغنا ازاي ان احنا نمشي برضو حتى في لايف ستايل، ان احنا نقدر نحاول ان احنا نجتهد عشان نبقى عندنا قدرة على ان احنا نمارس الموضوع ده بشكل كويس وبشكل يبقى احنا راضيين فيه على نفسنا. الموضوع يا جماعة مرتبط اول حاجة بالطبق بتاعك اللي قدامك. الطبق بتاعك اللي قدامك ده كل عنصر فيه مهم جدا علشان الموضوع ده يتم. تيجي تقولي ازاي يعني؟ انا باكل كل يوم نفس الاكل اللي باكله، رز ومكرونة وسلطة وخضار وفاكهة وكل الحاجات دي كلها. انا باكل كويس جدا وبقدر ان انا اعمل اللي انا بقدر اعمله كل يوم، واللايف ستايل بتاعتي ماشية من 20-30 سنة نفس اللي هي ومفيش حاجة اتغيرت. ويمكن انا كنت كفاءة زمان، لكن اليومين دول انا حاسس ان انا مضطرب. الحقيقة ان انت فعلا الطبق بتاعك ده كان مفيد جدا فترة معينة من وقت معين في حياتك. الطبق بتاعك ده كان مفيد يمكن من وانت عندك 18 سنة ل 30 سنة. خلي بالك ان احنا في الوقت ده يمكن اي حاجة بناكلها بتتحرق بسرعة وبتقدر انها تدينا الطاقة اللي احنا عايزينها، ولكن الطاقة اللي احنا عايزينها دي كانت بتحرك حاجات معينة في فترة معينة، ويمكن ما كانتش هي دي اللي احنا بنعتمد عليها في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الاريكتايل ديسفانكشن. وبالتالي الموضوع ده بان كويس جدا لما ابتدى يبقى عندك علاقة زوجية، العلاقة دي حصل فيها بعض المشاكل اللي ادت في الاخر اللي انت عايز تقعد مع نفسك وتعرف ايه اللي بيحصل معايا. طيب بمنتهى البساطة كده احنا اتكلمنا على موضوع الاكسجين والبلود فلو او السيركوليشن، او كمان ازاي النشاط بتاع الدم في الجسم ان هو بيروح للاعضاء بتاعتنا. طب ايه علاقة الاكسجين بعلاقة الدورة الدموية بعلاقة الاعضاء بتاعتنا؟ خلي بالك ان الاكسجين هو اهم عنصر لكفاءة الاعضاء بتاعتنا. اي عضو في جسمك الاكسجين ده اهم حاجة ليه علشان يغذي الخلايا بتاعت الجسم. وعشان ان احنا نعتمد على الاكسجين ده لازم ان احنا نحط انظمة معينة في حياتنا ان احنا نستمر عليها علشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. عندك مثلا بعض المنتجات المهمة جدا اللي انت لازم تحطها في الطبق بتاعك اليومي، وهي طبعا الاسماك واللحوم والدواجن. دي مهمة جدا علشان البروتين اللي فيها، وغير كمان الاكسجين اللي بيجي منها مهم جدا لكفاءة الاعضاء. بتقولي الاكسجين اللي جاي من البروتينات؟ اقولك ايوه. ازاي؟ لو احنا مسكنا اي نوع من انواع البروتينات هنلاقي فيه عامل مهم جدا من البروتينات اسمه الارجينين. الارجينين ده هو بروتين من البروتينات المهمة او الاسنشل
أو الضرورية جدا لجسمك. البروتين ده يا جماعة هو اللي بيفرز حاجة اسمها نيتريك أكسيد في الجسم. النيتريك أكسيد ده هو عبارة عن كمية أكسجين مركبة بتخش جوه جسمك، يبتدي العضو بتاعك يشتغل بكفاءة علشان يقدر يمارس الكفاءة بتاعته اليومية. أنا بتكلم على أي عضو يا جماعة. خلي بالك إن كل الأعضاء بتاعتنا في جسمنا هي أعضاء متوازنة كأنها بالظبط أوركسترا كبير. لو انت الطبلة ما اشتغلتش مش هيشتغل معاه البيانو، مش هيشتغل معاه الكمان، مش هيشتغل، كلها سيمفونية بتعتمد على مجموعة آلات معينة. فعشان كل الأوركسترا ده يشتغل لازم يبقى فيه تناغم وتناسق في الكفاءة بتاعته. وبالتالي أهم عنصر اللي هو اللي موجود المايسترو بتاع الموضوع ده كله هو الأكسجين. الأكسجين يا جماعة هو أساس الموضوع ده. الأرجينين ده يا جماعة أنا اتكلمت عليه في حلقة خاصة وتابعها فوق على اللينك ده، اتكلمت عليه في حلقة خاصة ازاي الأرجينين ده ليه كمال الأجسام. مش هتكلم عليه ازاي ليه كمال الأجسام، لكن الموضوع ده مرتبط نفس هو الموضوع بالنسبة لموضوع الأكسجين وكفاءة الأعضاء اللي احنا بنتكلم عليها. لو احنا اتكلمنا على موضوع الأكسجين في كمال الأجسام، أنا مش عايز إن أنا أحرق الحلقة اللي انت هتتفرج عليها، ولكن باختصار شديد ان الاكسجين ده عبارة عن هو اللي بينقل كل الاغذية او التغذية اللي انت اخدتها في جسمك بينقلها للعضلة. فبالتالي الاكسجين ده بيحمل جواه كل التغذية اللي انت اخدتها جوه العضلة عشان العضلة تقوى وتبقى اكبر. فبالتالي الاكسجين مهم جدا يا جماعة. طب الناس اللي بتشرب سجاير بيحصل ايه؟ الناس اللي بتشرب سجاير بالاكسجين اللي هو موجود في الدم بتاعها بيتشال ويتحط حاجة اسمها كربون مونوكسايد جنبها او بدلها. طيب كربون مونوكسايد ده بيعمل ايه؟ كربون مونوكسايد يخش جوه جسمك بدل ما هو يشغل وظيفة العضو بتاعك ده يقلل من الوظيفة بتاعته. فبالتالي يحصل كل شوية ان الكفاءة بتاعت الاعضاء بتاعتك تقل، وتلاقي نفسك مخك نفسه مضطرب، تلاقي نفسك مخك مش بيشتغل كويس. ليه؟ لان الاكسجين ما وصلش للدماغ، ما وصلش للقلب، ما وصلش للاعضاء، ابتدت العمليه بتاعتك تنهدم، وبالذات في السن من 30 لما فوق. خلي بالك موضوع السبلمنتس ده هو اسمها مكمل غذائي، يعني بما معناه ان هو مش حاجه بتعوض عن الاكل او الشرب اللي انت شايفه. الموضوع بتاع الأرجينين هو مكمل برضو زي اي حاجة، زي البروتين، زي الكرياتين، زي كل الحاجات اللي احنا بناخدها علشان خاطر ان احنا نعمل كفاءة او وظيفة معينة احنا بنعملها يوميا. فبالتالي انت لو انت عايز تحط الأرجينين يبقى لازم يكون في وليمة متناسبة معاك كل يوم انت بتعملها عشان خاطر الوظائف بتاعتك تستمر بشكل معين. طيب هل الأرجينين ده كفاءة لوحده؟ النهارده احنا جايين بس نتكلم على الأرجينين في حته الاريكتايل ديسفانكشن، ولكن خلي بالك في الحلقه اللي جايه انا هتكلم على عنصر مهم مع الأرجينين، وهو ده اللي هيخلي الموضوع يستمر بكفاءه اكبر. ولكن لان انا عايزك تحرص عليه ان دايما البروتين وعنصر مهم جدا لنقل كل الاكسجين بتاعك اللي في جسمك، او ان هو يعمل اكسجين زي النيتريك اوكسيد اللي هو من الأرجينين ويدخله جوه الاعضاء بتاعتك عشان يقويها. انا مش بتكلم برضو في موضوع الاركتايل ديسفانكشن بالتحديد، ولكن بتكلم في كفاءة الجسم ككل. لو القلب ما بيوصلش الاكسجين للدماغ والدماغ ما بتاخدش الاكسجين كويس، هتبتدي الاكسجين بتاعك يقل في جسمك وهيحصل الاركتايل ديسفانكشن. فعشان كده لازم تاخد اكل متناسب يوميا في جسمك عشان يديك الطاقة اللي انت محتاجها، الطاقة اللي انت محتاجها حتى لوصولك كفاءة معينة في العلاقة الزوجية. اللي انا برضو عايز اقوله يا جماعة ان مش اي سبلمنتس يتاخد على الفاضي، لازم دايما ان احنا نستشير اخصائي تغذية او نستشير الدكتور بتاعنا، وبالذات لو انت عندك موضوع مثلا low blood pressure او اللي هو ان الضغط عندك واطي، فده ممكن ان الأرجينين يقلل الضغط لانه بيوسع الارتريز او بيوسع الفيسلز اللي هي الشرايين، فما بيجي بيوسعها بيدخل الدم بانطلاق،
خلي بالك كل ما الشرايين بتوسع كل ما الدم بيخش جوه جسمك، فبالتالي الضغط على الشريان نفسه بيقل. لكن كل ما الشريان يضغط يضغط فسرعة الدم تبقى قوية، فبالتالي ده اللي بيعمل ضغط عالي وبيوصلش على فكرة الدم زي انت متخيل. في ناس تفتكر مثلا لما الضغط يبقى عالي يبتدي ان الدم بيمشي بسرعة في الجسم، لا، هو الدم بيمشي بسرعة ولكن بضغط كبير، وعشان يوصل للقلب ويعمل الكفاءة بتاعته القلب بياخد اللي هو عايزه وبيحاول يهدي الشرايين بتاعتك ان هي ما تستمرش في الضغط ده، فبيبقى مجهود على القلب. ولكن احنا عايزين ان احنا الشرايين بتاعتنا تكون مرتاحة عشان الدم بتاعنا يوصل مظبوط للأعضاء بتاعتنا كلها، وبالتالي يتم عملية الجماع اللي احنا عايزينها بشكل معين وبشكل وبكفاءة احسن، وبالذات زي ما اتكلمنا من السن من 30 لما فوق، لان في الوقت ده احنا بيحصل لنا حاجة اللي هي الميتابوليزم بتاعنا كمان بيقل، او الاكل بتاعنا سرعة الهضم بتاعتنا بتقل، فبالتالي بيحصل عندنا مشكلة ان احنا ما بناخدش كفاءة بتاعتنا من التغذية اللي احنا عايزينها. الارجينين ده يا جماعة عنصر مهم جدا، وحاول ان انت دايما تعتمد عليه، وحاول انت تاكل بروتينات كويسة، ما تحاولش ان انت تاخد البروتينات بتاعتك من الاكل السريع اللي بيجي من بره، سواء اذا كان في دواجن او اسماك او حتى لحوم، لان الحاجات دي بتبقى فاقدة العناصر بتاعتها اللي جواها ومش بتديك الطاقة اللي انت عايزها، ومش بتديك كمان الامينو اسيدز اللي موجودة لانها بتتغلي او انها بيحصل لها عملية تسوية بشكل معين احنا جسمنا مش مفروض ان هو ياخدها بالشكل ده. ما تنساش لو انت حاسس باي اعراض باي مشاكل عندك في الموضوع ده بالذات، خلي بالك ان موضوع السبلمنتس ممكن تكون حل، ولكن لازم ترجع لطبيبك وتستشيره في اذا كان الموضوع ده مناسب ليك ولا مش مناسب ليك. وخلي بالك ان في بعض الادوية اللي ممكن الارجينين يتفاعل معاها، فحاول لو انت صحي وان انت بتروح تلعب رياضة بكفاءة ومفيش اي مشاكل عندك، الارجينين ممكن ينفعك. ولكن لو انت عندك مشاكل تانية كسكر مثلا او الضغط او مشابه، لازم تستشير طبيبك. مهم جدا تستشير طبيبك قبل اي فرجة على اليوتيوب وتعرف منه السبلمنتس وتعرف منه الكلام ده كله. واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، وانتم كنتم مع محمد خيري اخصائي التغذية الرياضية. السلام عليكم.